هذا حادث منفصل قام بها مجموعة اسمها طالبان بقدرة قادر، تحولت إلى إرهاب إسلامي وتحولت إلى إرهاب عربي وإرهاب دولي وإرهاب دولي وحرب ضد الإرهاب. وأسيء تغيير كل اللغة لنتكلم عن حرب ضد الإرهاب. الحرب تكون بين قوتين، بين جيشين، بين دولتين، بين عصابتين. من هو الطرف الآخر في الإرهاب حتى تقول إرهاب؟ يجب أن نخلق عدو لنحاربه ونسميه، وبالتالي نصبح على حق عندما نقول حرب ضد الإرهاب. نعم. فخلقت الصهيونية العالمية فكرة أن هنالك عدو اسمه الإسلام الإرهابي. نعم. لماذا لم نتكلم في حرب أيرلندا عن الإرهاب الكاثوليكي؟ ما حدا قال والله الحركات الإرهابية الكاثوليكية. لماذا لا نتكلم عن أكتا في 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 إسبانيا وفي أوروبا بديانتها؟ لم تلصق الديانة إلا بموضوع طالبان، وهي استثناء من كل ما سار في التاريخ لنلصق تهمة بمجموعة هي عدو للصهيونية، لأن الصهيونية عدو لها. نعم. اللي هي الأمة العربية والأمة الإسلامية. فإذا سياق التاريخ أن هذه الصهيونية التي كانت كل هذا الوقت تخطط، وجدت الفرصة التاريخية وأقنعت الإدارة الأمريكية بأن لك هنا فرصة. فبدأت القصة وبدأت الحرب. والآن مراكز الأبحاث وإن كان بصوت واطي وبسرية تدرك أن هذا هو مستنقع وقعت فيه أمريكا بسبب الكره اليهودي للأمريكيين. يعني كل من يتخيل غير ذلك ويتخيل أن إسرائيل، أن هذا العدو الصهيوني يحب أمريكا ويشتغل لمصلحة أمريكا، مخطئ. ولعلنا نستذكر آخر الأحداث عندما أوباما يخطب بعنجهيته وبقامته الطويلة بأنه على المستوطنات بناء المستوطنات أن يتوقف، ولم نسمح بالبناء. ويأتي ثاني يوم صعاليق غزاة محتلين عصابة يقولوا له كلامك ما له أي قيمة، ويقزم هذا الرجل بعد أن جاء بهذه الصورة العملاقة. فإذا احنا يجب أن ندرك أننا أمام هذا الحدث كله، حدث ما كل ما حدث في بنتائج 11 سبتمبر وبما تم التحضير له قبل 11 سبتمبر هو صنع، وما طبخ له هو صنع استعماري. نعم. صهيوني. الآن ربطت الأحداث الأخيرة، الأحداث الأخيرة ما لها علاقة نهائيا ب 11 سبتمبر. الأزمة المالية. الأزمة المالية هي نتاج مشكلة أخرى، هي مشكلة الجشع والطمع والفساد في سوق المال العالمي وبالذات الأمريكي. لأن ما يسمى بعبقرية وإبداع سوق المال التي أنتجت ما يسمى بالمشتقات المالية اللي هي أوراق لا قيمة لها، وارن بافيت أغنى رجل في العالم وهو أمريكي قال أن هذه الأوراق هي أوراق لا شيء، من لا شيء إلى لا شيء، أوراق مصطنعة. نعم. أجرى تداولها وتضخيمها إلى أن أصبح حجمها، وهنا يجب أن نستذكر حجم المشكلة. حجم المشكلة المالية التي هي الآن أمام الولايات المتحدة وأمام سوق المال نصف كوادريليون. نعم. سيد طلال، عذرا للمقاطعة، يعني الرئيس بوش دخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهناك فائض في الميزانية الأمريكية. نعم. وخرج منها. نعم. والميزانية الأمريكية. نعم. مديونة. نعم. وفيها عجز مالي كبير. نعم. هل كان بسبب الحروب التي خاضتها أمريكا، هل كانت القرارات السياسية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي الذي بالتالي أثر على كل دول العالم؟ يعني الأزمة المالية انطلقت من أمريكا واتجهت إلى كل وضربت المنطقة كلها. من هذه الزاوية أنت على حق إذا كنت تريد أن تشير إلى النتائج المالية والاقتصادية على أمريكا لدخولها في هذا المستنقع فأنت على حق. مثلا خلينا نأخذ العراق. نعم. العراق هو حرب 5 تريليون كلف أمريكا، 5 تريليون مش مليار. وكل ما نسمعه أن 10 مليار وعشرين مليار ومئة مليار هو كذب. تكلفة حرب العراق على الاحتلال الأمريكي
وهو احتلال. نعم. كالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. نعم. هتكلفته على هذا الاحتلال 5 تريليون، 5000 مليار. طبعا هذا عبء. إذا ضفت له أفغانستان وأضفت له فلسطين، لأن هنالك أيضا احتلال إسرائيلي في فلسطين تدعمه أمريكا، يعني هنالك عندها منافذ أمريكا عليها أعباء، أعباء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، أعباء احتلال العراق، أعباء احتلال أفغانستان، أعباء احتلال باكستان. الآن باكستان محتلة، وباكستان محتلة بدون قرار أممي ولا شيء، باتفاق ورضا مع السلطات الحاكمة في باكستان. هنالك احتلال حقيقي يسيطر على الجو والأرض والبحر من القوات، هذا مكلف. أضف إلى انتشار القوات الأمريكية في كل بقعة في العالم، هذا كمان يكلف. يعني أنت يجب أن تتخيل ما هي تكلفة تشغيل وتدريب طيار، وتشغيل وطيران طائرة حربية. فعندما يكون عندك كل هذا الكم من القواعد البحرية والبرية والجوية، أنت تتكلم عن تكلفة هائلة. هذا بن هذه الناوية، نعم صحيح. إذا أستاذ طلال، يعني من الذي يكون تأثيره أقوى على الآخر، الاقتصاد على السياسة أم بالعكس؟ سؤال يجب أن نتذكره كل يوم نحن العرب، ونستفيد من تجارب التاريخ. ما الذي قضى على الاتحاد السوفيتي؟ الاقتصاد. عندما اقتنعت القيادة في الاتحاد السوفيتي بالتأثير الأمريكي، بأن عليها أن تستمر في ترسانتها الحربية، ونسيت قوة اقتصادها وأصبحت أقوى قوة عسكرية في العالم. المرحلة التي انهارت في الاتحاد السوفيتي كانت هي القوة العظمى عسكريا، وأصبحت قوة عظيمة جدا، ولكنها غير قادرة أن تطعم شعبها. السبب؟ السبب أنها نسيت أن القوة هي الاقتصاد. أنا حضرت، تعلمت هذه المعلومة بعام 1985 في ندوة كانت عقدت في واشنطن في المعهد الوطني للدراسات، للناشونال ساينس أكاديمي. نعم. المعهد الأكاديمي العلمي، وكان الحديث يدور حول أين ستكون أمريكا في عام 2020. وكانت نتائج كل الخبراء الموجودين، وهم مزيج من كل قطاعات المجتمع، من التعليم، من الحكومة، من القضاء، من مراكز البحث، من المخابرات إلى آخره، أن القوة الاقتصادية هي القوة، وأن لا قيمة لقوة سياسية أو عسكرية بدون قوة اقتصادية. ولأن القوة الاقتصادية هي التي تحرك القوة العسكرية وتغذيها وتدعمها. فإذا ضعفت اقتصاديا انتهيت عسكريا. فإذا أقول أنا أن قوة مثلا الآن كمان صعود الصين لتصبح، وكان من ذلك الوقت أتوقع أنه عام 2000 من مراكز الدراسات الأمريكية أنه في عام 2020 ستصبح الصين هي القوة الأعظم في العالم. نعم. وكان الكلام على أنها ستصبح القوة الاقتصادية الأعظم، وبالتالي ستصبح القوة الأعظم فول ستوب، لأن القوة الاقتصادية الأعظم هي القوة الأعظم. فإذا القرار الصيني بأننا نريد أن نبني اقتصادنا وأن نطوع السياسة لبناء الاقتصاد هو ما جعل الصين هذه القوة، وكذلك الدول الأخرى الصاعدة الآن، ومنها روسيا التي تعلمت الدرس، واليابان، واليابان وتعلمت الدرس، وبرازيل والهند. الدول الصاعدة هذه الآن تعلمت الدرس بأن قوتي ليس في عسكر ولا في قوة نووية.